ما الحكمة من ذكر قصص عاد وثمود وغيرهم مرات عديدة في سور كثيرة من القرآن؟ لذلك عدة حكم، والله أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث له أمور فيأتي في القرآن الكريم أو تأتي آيات في القرآن الكريم توافق تلك الأمور التي تناسب ما يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم حيث وضع الآيات.